السلام عليكم، معكم مستر محمد فاروق. 7 غلطات بتقع فيهم واحنا داخلين الدراسة. السلام عليكم. أول غلط كلنا بنقع فيه في أول الدراسة كطلاب إن احنا بنعمله شوبينج كتير. طيب بنروح نشتري ستيشنري كتير، أقلام، كراسات، دايجرامز، ماركرز، هايلايترز. طيب أنا هنشتري الحاجات دي إمتى؟ لما نقول أنا محتاج إيه وعايزه امتى وازاي والمدرس ده هيعوز ايه ومش هيعوز ايه. ليه؟ هتقول لي ليه. هقول لك لان كل اللي انت هتعوزه وهتجيبه كل ده تضيع لفلوسك ولوقتك، وساعات حاجات كتيره هتجيبها مش هتحتاجها. ده الخطا التاني، اللي انت تعمل تو دو ليست. طبعا احنا كلنا شطار في تو دو ليست، ازاي نعمله تو دو ليست طويله ومهمات كتيره قوي. بس في مشكله، انت في اول الدراسه مش هتنجز كل المهمات دي، لان انت داخل دراسه جديد، مش عارف المنهج، مش عارف اطلاعك ليه، تقسيمك للدروس، تقسيمك للمهام. فانا نعمل ايه؟ ما نعملش مهمات كتيره عشان لو ما انجزتهاش هنشعر بالذنب، وده هيعمل معايا نوع من الابسيت. هتلاقي نفسك مش قادر تشتغل، مش قادر تذاكر، مش قادر تنجز اي حاجه. طب الحل ايه يا مستر؟ تعمل مهمات كل يوم، 3-4 مهمات صغيرين بس في اليوم، تمام؟ وبعدين تعمل مهمات ضروريه متوسطه، مهمات اللي انا في الاخر لو ما عملتهاش مش هتاثر معايا. طيب الخطا الثالث، انت حضرتك رايح الدرس ورايح المدرسه، احنا طبعا كلنا عندنا عاده تشيل الشنط الثقيله جدا، بنشيل الشنطه كاننا بنشيل ذنوبنا، كاننا ايام الكفار بنكفروا عن زي سيئاتنا. لا، احنا هنشيل الشنطه، وبالاخص لو البنات بتشيل حاجه على دراعها او الكلام ده، شايله شنطه باك باك كده، ما نشيلش شنطه ثقيله عشان ما ناذيش ظهري، ونيجي اخر اليوم بنقول انا تعبان من الدروس او من اللب او من التعب، لان انت شايل شنطه ثقيله ملهاش لازمه. انا عارف ممكن يكون عندك 10 12 درس، ماشي، بس انا ساعتها هنعمل ايه؟ نشيل بس الملزمه او الكتاب اللي انا هشتغل منه. الخطا الرابع معانا، وانت بتذاكر الاوفر هايلايتنج. اوفر هايلايتنج اللي احنا طبعا بنجيبه الهايلايترز، اللي احنا الماركرز اللي احنا بنقول عليها الفوسفوري دي، ونقعد نلون الكتاب كله. طب الهايلايترز دي اصلا فكرتها اللي انت تدور على الحاجه المهمه بس وتعلم عليها. فانا لو عملت هايلايتنج كتير هنلاقي نفسي تلقائي كده وبص على الحاجات اللي مش بتخطط عليها، ليه اصلا مش مهمه. الخطا الخامس، احنا طبعا لما بنيجي نذاكره بنسمعه اغاني. طبعا هي حريه، انت عايز تسمع اغاني، تسمع قران، انت حر. بس انا رايي لو حبيت تسمع اغاني بتحاول تقلل الصوت او تعملها موسيقى هاديه، او يفضل ان انت ما تسمعش حاجه خالص. قول لي ليه؟ لان الاغاني معانا هتعمل لي ديستراكت، هتعمل لي تشتيت. يبقى صاحب بالين كذاب وصاحب 3 منافق. انت بتذاكر وبتسمع اغاني وبتركز في كلمات الاغاني، فمش هينفع. فانا نعمل ايه؟ احاول على قدر الامكان اخلي اوضتي هاديه وانا بذاكر عشان يبقى نوع من التركيز. الخطا الاخير، اللي انت ما بتذاكرش ايه كل يوم. طيب لو نفتكر الفيديو، لو انت اللي هو بتاع لو انت في اولى ثانوي تعمل ايه؟ انا قلت في الفيديو ده اللي انت لازم تذاكر على الاقل 8 ساعات او 4 ساعات في اليوم او 5 ساعات في الرينج حسب قدرتك وحسب استيعابك. فانا لازم اذاكر كل يوم عشان مذاكرتي كل يوم دي هتريحني اخر السنه، وما نحتاجش نقعد اخر السنه مزنوق ولا نعمل فريش اب ولا نعمل الكلام ده كله. يبقى انا لازم مركز بس كل يوم فعلى ماده معينه عدد ساعات كتير مش قليل، اركز فيهم واذاكر كل يوم ماده، لان ده هيريحني في اخر السنه. ويا رب الفيديوهات دي تكون كويسة وتنفعكم وتفيدكم، ويكون في ميزان حسناتنا، واشوفكم الفيديو التالي.